بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكل متابعي قناتي إيزي إنجليش، الإنجليزية ببساطة. النهاردة هنشرح البوسيسيف إس أبوستروف إس الملكية. طبعا إحنا بنحب ننسب، لو حابين ننسب حاجة لشخص أو لشيء أو لكده نعملها إزاي؟ يعني مثلا عايز أقول كتاب أحمد، قلم منى، سيارة علي، الحاجات دي كلها بالإنجليش نعملها إزاي؟ إحنا طبعا عندنا بالعربي إحنا بنقول الحاجة بدون أي إضافات، يعني بنقول منزل عمر، بنقول كتاب هدى. لكن في الإنجليش عشان نعمل كده في قاعدة معينة إحنا هنتبعها. إيه هي؟ حاجة اسمها أبوستروف إس الملكية. أبوستروف إس الملكية، الأبوستروف إس الملكية ديت ما بعدها ملك لما قبلها، يعني الاسم اللي بيجي بعدها بيكون مملوك للاسم اللي قبلها، والابوستروف اس دي موقعها في النص بين الاسمين. يبقى انا عندي تو ناونز، اتنين اسم بينهم ابوستروف اس الملكية. ابوستروف اس الملكية دي معناها ما قبلها ملك لما بعدها. يبقى عشان اعبر بالانجليش عن اي ملكية باستخدام الابوستروف اس، لازم الاسم اللي بعدها يبقى مملوك للاسم اللي قبلها. طيب القاعدة بتقول ايه؟ you use an apostrophe s to express possession. بنستخدم الابوستروف اس للتعبير عن البوسيشن اللي هي الملكية. طيب ليها ثلاث حالات. اول حالة for singular nouns we add apostrophe s، للاسماء المفردة لما يبقى الاسم مفرد وغير منتهي باس بنضيف apostrophe s ما بين الاسم والشيء المملوك، زي the teacher's bag. the teacher's bag يعني شنطة المدرس، يبقى الأبوستروف إس في النص، وما بعدها اللي هو الباج ملك لما قبلها اللي هو التيتشر، يبقى الشنطة ملك للمدرس. احنا بالعربي بنقول شنطة المدرس، لكن بالإنجليش عشان نقول كده لازم نحط أبوستروف إس الملكية بين المالك والمملوك. the boy's dogs. the boy's dog يعني كلب الولد، ادي ابوستروف اس الملكية جت ما بين المالك والمملوك. يبقى تاني الابوستروف اس الملكية ما بعدها ملك لما قبلها، ما بعدها ملك لما قبلها، يعني الدوغ مملوك للمين؟ للبوي. الحالة التانية for plural we add apostrophe، لما يكون الاسم جمع، جمع منتهي بأس. ونركز قوي في النقطة دي عشان انا عندي جمع شاذ غير منتهي بأس. طيب الجمع اللي منتهي بأس احنا بنضيف apostrophe فقط، بنضيف apostrophe فقط لانتهاء الاسم already بالايه؟ بالاس. يبقى انا عندي هنا اي جمع regular، جمع منتظم منتهي بالاس، بنضيف فقط الابوستروف ومنضيفش اس تانية، بنضيف الابوستروف فقط ومنضيفش اس تانية. والابوستروف في الحالة دي هي اللي بتعبر عن البوسيشن اللي هو الملكية، زي the girl's room. the girl's room يعني حجرة البنات، لو لاحظنا ان girl's جمع عشان كده ضفت ابوستروف فقط. the teacher's car. the teacher's car يعني سيارة المدرسين. التيتشرز جمع ريجولر، جمع منتظم، عشان كده أنا لما جيت أعمله في البوسيشن اللي هو الملكية حطيت له أبوستروف فقط. طيب الحالة التالتة عندي for regular plural we add apostrophe s، يعني للجمع الشاذ بنحط الأبوستروف s. الجمع الشاذ اللي هو إيه يا جماعة؟ الجمع الشاذ اللي هو لا ينتهي بالاس، لا ينتهي بالاس، زي إيه؟ the children's bikes. the children's bikes اللي هي دراجات الأطفال. طبعا children أطفال، children الأطفال جمع شاذ، يعني الجمع الشاذ اللي هو لا ينتهي بإس، والجمع المنتظم هو الذي ينتهي بإس. حطيت في الحالة دي apostrophe s وبعد كده الشيء المملوك. يبقى الأبوستروف إس الملكية express possession يعني بتعبر عن الملكية، عشان أعبر بها عن الملكية الاسم اللي ما بعدها ملك لما قبلها، الاسم الذي بعدها ملك لما قبلها. أبوستروف إس الملكية بتيجي between two nouns، بتيجي ما بين الاسمين، تمام كده. لو أنا عندي الاسم مفرد بحط أبوستروف إس الملكية، لو أنا عندي اسم جمع regular منتظم ينتهي بالاس أحط الأبوستروف فقط، لو أنا عندي جمع irregular جمع شاذ لا ينتهي بالاس زي children men women أحط أبوستروف إس الملكية.
وبكده يكون انتهى الفيديو بتاعنا، اتمنى تكونوا استفدتوا منه. اشكركم جدا على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.